لو انت من الناس اللي شعرها دايما هايش وعنده تقصف، تعالي اقول لك على وصفه سهله جدا تستخدميها وهتمنع الهيشان بتاع شعرك خالص، وكمان هتخلي شعرك بيلمع وكل اللي هيشوفك هيستغرب من جمال شعرك. يلا بينا نشوف وصفتنا اللي ان شاء الله باذن الله لما تجربيها هتبقى تحفه تحفه. طيب نحط بقى القلب الاحمر ونشغل الفيديو عشان غيرنا يستفاد، ويلا بينا. اول حاجه هنستخدمها في الوصفه بتاعتنا او الطريقه بتاعت الوصفه بتاعتنا، هنجيب معلقتين من النشا وندوبهم في ربع كوبايه ميه بالشكل اللي انت شايفاه ده، شايفه كده اهو، معلقتين نشا على ربع كوبايه ميه وندوبهم، وبعدين نروح بيهم على النار لمده بس 10 ثواني لحد ما يتكونوا معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده، شكل المهلبيه، شايفه الشكل الجميل ده. وبعد كده هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم معلقه من زيت جوز الهند ومعلقه من زيت الزيتون، ونقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنفردهم على شعر يكون نضيف ونسيبهم لمده ساعتين، وبعد الساعتين هنغسل شعرنا بميه فاتره ونسرحه، وهتشوفي النتيجه هتكون عامله ازاي. بجد النتيجه هايله جدا، اتمنى ان تجربوا الوصفه دي للناس اللي شعرها دايما هايش ودايما واقف كده وشكله مش حلو، جربي الوصفه دي وانت هتدعي لي دعوه حلوه من قبل. ولو عايزه الوصفه كلها كامله اضغطي هنا على الصفحه الرئيسيه هتلاقي علامه شبه علامه اليوتيوب، اول ما هتضغطي هتيجي وتلاقي الوصفه دي هناك، ووصفات تانية كتير جدا مش بنزلها كلها على التيك توك. هستناكي.